بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل حضراتكم. بيقولوا كل واحد بياخد نصيب من اسمه، وأنا اسمي دعاء، نصيب من اسمي هيكون إيه؟ أنا طول عمري عادية جدا في موضوع الدعاء ده، يعني مش متميزة فيه قوي، بدعي بأقل وأبسط الكلمات، وما عنديش صيغ دعاء كتير حفظها، ومش بتكلم بقى بالأصالة عن نفسي بس، لأ بالنيابة عن ناس كتير قوي زيي. فمثلا لما بنيجي ندعي لاولادنا اقول يا رب احفظهم، يا رب احميهم، ما اشوفش فيهم حاجه وحشه، بس يعني مش بعرف اقول اي حاجات تانية افظع من كده. وطبعا بنعمل معوذتين وكل حاجه ونحصنهم، انما الدعاء كده يا رب احفظ لي ولادي وما اشوفش فيهم حاجه وحشه. عمري مثلا ما دعيت لحد فيهم، دي حاجه بقى تخصني، بالنجاح في اي امتحان، يعني ما يجيش في بالي اعمل كده اعتقادا مني، وده اعتقاد راسخ في دماغي مش عارفه اغيره، ان اللي هيذاكر هينجح، واللي مش مذاكر ده وما فتحش كتاب لو امه قعدت تدعي له طول الليل لتاني يوم هينجح ازاي؟ يعني مش عارف هينجح ازاي وهو ما حلش حاجه صح في الورقه، او مثلا مش عارف المنهج اصلا. زمان كنا نشوف امهات بتدعي في الثانويه العامه بقى بالمجموع والتنسيق وكله، يا رب بنتي تجيب فوق 90% وتخش طب. والحقيقه مش قادره احدد برضو مدى فعاليه الدعاء ده، يعني هي لو جابت فوق 90% ونجحت فده عشان البنت اجتهدت وذاكرت وحلت في الورقة الإجابات اللي خلتها تجيب فوق 90%. وأكيد اللي بيسقطوا في الثانوية العامة دول أمهاتهم دعوا لهم لما رقهم نشف، بس هو ربنا سبحانه وتعالى يعني هينجح إزاي واحد ما ذاكرش بنكلة ولازم يسقط عشان يعرف إن الله حق ويتعدل ويذاكر السنة اللي بعدها. ف يعني ناس كتير ممكن تشوف الكلام ده قلة إيمان أو بتاع، بس يعني معرفش يعني بالمنطق بنفكر كده وعايزين فضيلة الشيخ يرد علينا. لما مثلا حد يبقى عيان طبعا بندعي له دايما يا رب اشفيه وعافيه وخفف عنه وهون عليه المرض والألم، بس لما يبقى في حد في مرحلة متأخرة من المرض والكل حواليه يعلم انه دي خلاص النهايات، بيبقى يعني حد فوق 80 او بتاع وخلاص وغيبوبة وخلاص، يعني خلاص معروف والمؤشرات والدكاترة وكله انه خلاص يعني دي كلها ساعات او ايام او كده. ففكرة بقى اننا ندعي بالشفاء دي مش ساعتها بيبقى بحس انه استبدال الدعاء بالشفاء بالدعاء بتاع ارحمه برحمتك الواسعة وهون عليه، معرفش انا حسيت انه بيبقى ده يعني اشمل، دعاء اشمل. انا عملت كده مثلا مع ابويا الله يرحمه في اخر ايامه بالتحديد اخر يوم ليه، لا طبعا شكله كان مختلف خالص، وأدركت إنه والدكاترة يعني كل المؤشرات بتقول إنه ده يعني لا ده آخر يوم. فلقيت نفسي بدعي كده مع نفسي يا رب ارحمه برحمتك الواسعة، والرحمة دي بقى تشمل كل شيء، وهو فعلا مات فجر اليوم ده. في ناس كتير بقى ممكن يبقى عندهم يقين في إن الدعاء ده ممكن يقوم المريض في آخر لحظة، وممكن الدعاء يغير القضاء والقدر. طبعا اليقين في الله سبحانه وتعالى موجود ولا شك في ذلك طبعا، لكن هل ندعي بالدعاء اللي احنا عاوزينه وخلاص بغض النظر عن المؤشرات اللي بتقول انه ده يعني استحالة يتحقق، ولا نسيبها مفتوحة لرب العالمين ونسأله الخير والأصلح لينا بدون تحديد؟ يعني أنا مثلا فاكرة مرة واحدة يعني أعرفها عاشت عمرها كله تدعي إنها عاوزة تتجوز فلان بالتحديد، وتعمل عمرات وتقعد طول العمرة تدعي انها عاوزة تتجوز فلان الفلاني ابن فلانة، وتقول اسمه في الروضة الشريفة، وتقول اسمه عند باب الملتزم، واول دعوة تقولها اول ما تشوف الكعبة، يعني هم دايما يعني على طول معروف انه عند باب الملتزم ربنا بيلتزم باستجابة الدعاء، واول دعوة مستجابة عند الكعبة، وفي الاخر هي ما اتجوزتوش. فهل ندعي بحاجات معينة بعينها يعني، ولا ندعي بالاصلح بشكل عام؟ وفي سؤال مهم برضو، لما نكون مثلا في الكعبة أو في التلت الأخير من الليل أو أثناء المطر أو يعني في وقت من الأوقات كده اللي بنحس إنه ربنا هيستجيب فيها للدعاء، هل الدعاء في حد ذاته أفضل، ولا برضو نستغل الأوقات دي إن إحنا لازم نستغفر، نقرأ شوية قرآن، نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، نصلي ركعتين، إيه الأصلح لينا؟ نعمل كده ولا ندعي؟ طيب وهل اللي بيلح بقى في الدعاء وحافظ صيغ واساليب كتيره قوي، هل ممكن ربنا يستجيب له اكتر من اللي على قده في الدعاء زي حالتنا كده، يعني اللي هم بيدعوا على قده وخلاص؟
يعني هي أسئلة كتيرة بتدور في الموضوع ده، والحمد لله أنا عرفت أن أنا ليا نصيب محترم من اسمي لما عييت وناس كتير قوي قالوا لي أن هم دعوا لي، وكل ما أمشي في حتة يعني الناس تقول لي إحنا دعنا لك، وحمدت ربنا أنه في ناس بتدعي ليا يعني بظهر الغيب، وفي ناس أصلا بتدعي عامة بظهر الغيب لناس ملهاش علاقة مباشرة بيهم يعني. فبنسألكم الدعاء بصلاح الحال وبراحة البال، وأنه ربنا يحفظ ولادنا من كل سوء، وندعي لبعض كلنا بظهر الغيب. عن فضل الدعاء وكل الأسئلة اللي أنا طرحتها في المقدمة دي هسألها لفضيلة الشيخ أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف، لحضراتكم تقدروا تتصلوا بيه وتسألوا أي سؤال، بس بعد فاصل قصير.